كابتن علاء نبيل، مساء الخير والف مبروك، مبروك للكره المصريه الحقيقه، وبالتوفيق ان شاء الله. تحياتي وتحيات المهندس بس عادل. انت قاطعتني، قد يبدو ان انا معترض عليه. انا بقول مصوغات الاختيار. انك انت عايز منه ايه؟ كان لازم تبدا بدي وتنتهي بالتكليفات عشان يعرف بالظبط يقبلها، ولما يقبلها تتحاسب عليها يا كابتن علاء. طبعا ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا عدلي؟ هو طبعا انت حضرتك بتتكلم صح، يعني انت عارف انت لو لا تم اختيارك مدرب عام واضحه بالنسبه لي، مدير فني واضحه، عايزك تفهمني ما هو المطلوب منك وانت قبلت المهمه دي عشان تعمل ايه؟ هو طبعا حضرتك انا لسه هقعد مع مجلس اداره بكره او بعد ان شاء الله، زي ما حضرتك تفضلت هنحط خطه العمل اللي احنا هنشتغل عليها ونشوف ايه الاختصاصات وايه الاهداف اللي احنا شغالين عليها. انا اهتمامي الكبير هي قاعده الناشئين اللي موجوده في مصر، اللي احنا لم نستغلها الاستغلال الصح، لان احنا عندنا مواهب على مستوى عالي قوي، لكن للاسف كل حاجه فيها لازم تبقى للاحسن. لدينا شفنا الدول الافريقيه كلها تبعتنا بسبب اللي هم اهتموا بالحته دي، والنهارده عندهم لعيبه في صغار السن محترفين بره، عاملين منتخبات بيلعبوا في بلادهم منتخب كويس بيعمل نتائج كويسه. فهي ده اللي في دماغي. طب تعالى نلخص واحده واحده. اذا دراسه اداره قطاع الناشئين والمسابقات بتاعته بما يتيح اكتشاف المواهب وصقلها وتصديرها بلوائح بقوانين بنظام مسابقه بما يلزمها من بنيه قانونيه واداريه. تمام، اقلب غيره. تمام. الحاجة الثانية ان المدربين بتوع الاجهزة الفنية، تمام، هنشوف في منتخبات لسه ما اتعملتش ايه البرامج بتاعتها. تعالى قول لي انت خدت مين ما خدتش مين، تمرينك فين، البرنامج بتاعك فين، ماتشاتك الودية هتعمل فيها ايه، تعالى نعمل نحط المسابقات، هيبقى في رقابه، هحضر تمارين، هحضر ماتشات، بحيث ان الموضوع مش بسيط، يعني الموضوع هياخد وقت غير طبيعي. تمام، بالنسبه للحته اللي تحت انا بمثلها بنسبه 60 او 70% من منظومه كره القدم. يعني انت بتتكلم في منتخب اول، بتنتخب في دوري عامه مع الرابطه المنتخب الاول. تمام، ان شاء الله هنقعد نتكلم في اختيار المدير الفني في الاول ان شاء الله. لا اختيار بس الاول، اختيار مدربي القطاعات الناشئين، اول مدرب هتحط مسطره او كريتيريا على اساس تبقى واضحه لما تبقى اخترت ده، اخترته ليه وقارنته بمين ووصلت لفلان ده ازاي، ما نفاجئش ان بواحد بقى. هي كده احنا شغالين بطريقه هي كده بقى لنا مده. والشخص المناسب في المرحله الثانيه المناسبه ولا لا؟ ما هي مشكلة اللي بيبقى فيه مدربين لكن ما اشتغلوش في المرحلة السنية دي، فبيحصل دروب كبير. جميل يعني. جميل. طيب وبعدين زي ما انا بهتم باللاعب استاذ ابراهيم وكابتن عدلي، لابد من ان احنا نقول لازم برضه المدربين يبقى ليهم دور. يعني النهارده قلبي بيتقطع لما بنقعد نقول اصل ما فيش حد يمسك منتخب مصر، بقى مصر اللي كانت عندها مدربين يعني في الدول العربية كلها، النهارده بندور على مين يمسك منتخب مصر. يعني كلمة قوية جدا. ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم، لأنه الكادر ده مهم قوي ومهم. إذا أنت ترى أن في قصور في إعداد المدربين بالشكل اللي يقدمهم. طبعا 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 لابد من المدرب ده. مفيش حاجة اسمها ياخد دورة أسبوع 10 أيام ويبقى كده معاه الشهادة. أنا ممكن أجيب لك 300 شهادة. أنا عايز يطلع في مدارس مختلفة يعيش ويجرب ويشوف ويبقى فيه اهتمام كبير جدا والاتحاد يبقى. طب النسق الشخصي بتاع المدرب نفسه مش هيجد منكم رعاية إن هو يبقى وقفته قدام فرقته إزاي وتعامله في الأحداث والإدارة المباريات والأزمات إزاي؟ كله 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 كله. انا النهارده بقى يعني انا قعدت في المانيا 6 شهور يا كابتن عادل، قعدت اتعلمت من ايه تو زد ازاي اسخن. يعني اقول لحضرتك ايه، كان في مثلا قعدنا شهر ازاي ايه مراحل التسخين بتعمل ايه ثم ايه ثم ايه وده ليه وده ليه وده ليه. انت النهارده تبص على الفرقه كلها كله بيسخن نمط واحد،
كله بيسخر نمط واحد. تمام، تلاقي مدرب بيسخر الفريق الاول ده اللي بيدرب على ده اللي بيسخر فرقه عندها 10 سنين و11 سنه، ما دي كارثه. ما دي كارثه. المدربين اللي موجودين دول اللي في اللي هم موجودين في على الساحه، مؤهلاتك ايه؟ تعال قول لي اشتغلت ايه؟ النهارده كله سايح على بعضه. النادي الاهلي ممكن يلاعب فرقه يكسبها 14-0، هو ده كلام؟ الناشئين ام بي يكسب مش عارف 16-0، انا بكسب 12-0 عندي. طب وبعدين؟ لازم يبقى انا احدد المستويات. ده لفايده الكره المصريه، ما فيش كل واحد يشتري اسم نادي او اكاديميه ويخش دوري وبتاع، ما ينفعش. لازم يبقى في تصنيف كبير. نبي في حته المدربين يا كابتن علاء، انا بيلفت نظر ان في دول كتيره في جمعيه للمدربين، زي ما في جمعيه للاعبين المحترفين في جمعيه للمدربين بتختارهم وهي اللي بتشرف على اعدادهم وتطويرهم وبتديهم الرخصه ومستوياتهم وبتحافظ على حقوقهم في فسخ التعاقدات. يبقى انت عندك كبار المدربين المصريين هنا اساتذه كبار، ليه ما يبقاش عندنا جمعيه للمدربين؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي طوره وازاي حافظ، ازاي يديله حقوقه. ما انت النهارده انت حاطط المدرب تحت ضغط، اللي هو لو ما كسبش هتمشي. فالمدرب بيعمل حاجات خارج عن الصح عشان يكسب، هو عايز يكسب وخلاص. تمام؟ النهارده عشان انت كده لازم نفكر في لكل نادي، في انديه بتجيب 6 و7 مدربين في السنه او 5 مدربين في السنه، ما ينفعش. لابد من ان انت ليك كل فرقه في الدوري الممتاز ليها 2 مدربين فقط، عشان يبقى اختيارك صحيح في الاول. لازم تختار صح، ولما تغير تبقى بتغير على اساس وبتفكر هجيب مين يشيلك. لكن تغيير المدربين والحاجات دي كلها هو ده اللي مخلينا في دروب كبير. طب شكل المسابقات، معلش يا استاذ ابراهيم، الكابتن الجوهري مثلا لما كان ماسك كان له راي ان يبقى في مسابقه تحت 23 سنه علشان المنتخب الاولمبي، البي تيم او، وكان هو بيقول بي تيم تحت 23 سنه، كان يعني كان محددها بكده. شكل المسابقات بشكل عام ازاي نقويها وازاي نعمل لها مراحلها السنيه برضه هتلقى اهتمام من حضرتك؟ طبعا ده في مشروعي، النهارده انا بسجل 35 لعيب في الفريق الاول. لابد ان النهارده عندي مسابقه 2003، تمام، لازم نبص لها بص، لان خلاص 2003 العاب اولمبياد السنه دي وخلاص. لابد ان انا افكر، طب العدد اللي ما بيلعبش، طب ما انا اعمل بي تيم اللي هو تاني يوم المباراه اللي ما لعبش يلعب مباراه تحت نظر المدير الفني بتاعه ويشوف، عشان يبقى دايما جاهز. مثلا زي مثلا الاهلي بيلعب الاتحاد، يبقى تاني يوم الاهلي بيلعب الاتحاد حسب الجدول الموجود في الدوري الممتاز. يبقى انا عندي فرقه اطلع من الناشئين تحت ان هم اللي عليهم العين اللي هو يتجرى ويبتدي يلعب في مرحله سنيه اكبر، انا المستفيد. يبقى انا عندي فرقتين. والله يا كابتن علاء انت قلت نقطه مهمه، انا كنت اتمنى ان بطوله يعني او الرابطه تبقى معنيه ان يبقى في مباراه للبي تيم قبل الفريق الاول زي زمان ما كان بيحصل. أيوة. وكان بيبقى حافز للعيبه اللي ما بتلعبش برضه، هي قدام الجماهير وبيشوفوهم وفي نفس الوقت. في تفكيري كان في تفكيري اللي هم كانوا يلعبوا قبل الماتش يا كابتن عدي، بس لما قعدنا فكرت انا كده لوحدي كده، طب ما هو المدير الفني مش هيتفرج، المدير الفني عمال مركز مع الفرقه اللي هتلعب الماتش، واخد بالك، وهيتفرج على لعيبته، اللعيبه مش حدش يتفرج على، لا عشان كده قلت تاني يوم عشان الجهاز الفني يبقى مسؤول عن الفرقه ويتفرج على فرقته. لكن في نفس اليوم هتبقى صعبه، انا يعني فكرت فيها. طب في ملف يعني طبعا محيرني جدا ولكنه في منتهى الأهمية والخطورة. احنا بنعاقب الأندية اللي بتنتج ناشئين ان انتاجها الغزير ده ممكن يمشي وببلاش، يبقى كل المصاريف اللي عمالين نصرفها مثلا على 30-40 لعيب بمراحلهم السنية المختلفة عشان ناخد 2 أو 3 لعيبة منهم في النهاية، ما نقدرش ناخد اكتر من كده كل سنة، والا الفرقة هتتغير كل 4 سنين. اللعيب اللي بيهرب انا باخد اديوكيشنال رايت، حق تعليمي عليه، يبقى انا اللعيب احسن لي يهرب، ولا ان ده لازم الاتحاد المصري يشوف لي ان اللعيب اللي يعني كيف نعوض الانديه على انتاجها الغزير؟ يعني مش عايز ادرسها دي برضو ولا عايز ادرسها؟ في حاجات كتيره يا كابتن عدلي، انا من خلال الفترة اللي فاتت سواء كنت في المعين او في زد،
شايف في ايجابيات وفي سلبيات لابد ان احنا نقف عندها ونعالجها، واقعد مع مجلس الاداره، واعتقد مجلس الاداره عنده برضو الحافز اللي هو لازم نشتغل على الحته دي، لان فعلا احنا عندنا مواهب كتير جدا لازم نحافظ عليها، لازم نحط لوائح شديده، لازم نحط نستفيد بالموسم الى اقصى درجه، لابد من ان برضو نراعي ان الولاد وامتحانات ودراسه، لان ساعات بيبقى في ماتشات وبيبقى في الامتحانات شغاله، طب تيجي ازاي؟ يعني ما نقسم الموسم، نقعد نحسب الموسم بحيث يبقى كل ولي امر او كل مدرب او كل اداره عارفه اليوم الفلاني هيتلعب فيها الماتش الفلاني. هو في ملف انا متاكد انك هتهتم بيه، لان دي كانت قضيه شخصيه عندك، اللي هو ملف التسنين. ده كبير، انا مش هتدخل ما انا مش عايز احرق بكل حاجه مره واحده. انا بقول كل ده ليه؟ عشان انا هسجل لك هنا وباذن الله نعمل لك حلقه نهنيك على تنفيذ هذا الكلام. لا ان شاء الله يا كابتن عبد الله، الواحد داخل بحماس ان شاء الله، والناس في مجلس الاداره في الاتحاد ان شاء الله كده نقعد معاهم ونشوف الدنيا رايحه فين، ونتكلم على الاختصاصات، ونهتم باللعيبه، ونهتم بالمدربين، ونهتم بكل حاجه، لان فعلا احنا بلد كبيره تستحق ان احنا نبقى في حته ثانيه خالص. احنا بقى لنا فتره بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم، لكن في فتره بقى لنا فتره كبيره وقعنا مش قادرين نقوم، فلابد من ان احنا لازم نقوم ونقف على حيلنا كمان، لان بلدنا تستاهل منا كل خير. طيب هل بالنسبه لرعايه الناشئين، وانت طبعا ادرى الناس بالظروف مسابقات الناشئين واللي حاصل فيها وعندك خبره كافيه فيها يا كابتن، هل ظاهره الفرق الاستثماريه اللي بتظلم الولاد اللي هم من اسر مش قادره اهاليها تدفع مبالغ كبيره عشان تتسجل؟ ما تحرق ليش، انا هعمل ايه؟ لا انا عايزك تضرب والنبي المشكله الكبيره دي، لانه لا في اولياء امور بسطاء كتيره بيشتكوا. دي كارثه مش دي كارثه. لازم نحط لها حل. لازم نحط لها حل، وبعدين خلاص بقى دوري الاكاديميات اتاخد، وهيتعمل دوري كبير جدا على طريق سيتي كلاب، تمام؟ فهيبقى دوري ولاعيب طلع له كارنيه وبيلعب دوري، ويعني يعني هيبقى في نشاط، لان طبعا اللهفه وحب كره القدم القاعده وسعت، مش زي زمان. زمان ده اللي كان بيلعب كوره ده يبقى يعني مش متربي. واخد بالك؟ دلوقتي النهارده ولي الامر هو اللي بيجيب ابنه، ممكن بيضحي بحاجات كتير جدا. في ناس بتبيع عراض ارض والله. ايوه والله. انا شفت حالات في الاختبارات يا كابتن عدلي، انا يعني مش عايز اقول لك، والله انا كان قلبي بيتقطع. اوحش فتره بالنسبه لي، انا بشوف حالات قدامي يعني بيصعبوا عليا. فاحنا النهارده لازم نستغل اللهفه دي ورغبه اولياء الامور في اللي هم الاولاد يلعبوا كوره، ولازم اوزع الاولاد دول هنا وهنا وهنا، دوري هنا ودوري هنا ودوري هنا، واتابع عشان اطلع بمنتج. بالنسبه طيب. للمحترفين تحت السن، انا عندي اقتراح طيب. كده اقوله لك بيني وبينك بقى عشان ما تقوليش بتحرق. خلاص اكلمك يا كابتن عادل. طيب اخيرا طبعا اول حاجه هتبقى مطلوبه من المدير الفني للاتحاد مشاركته في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مش كده؟ ان شاء الله. بقى قعدته ولا لسه ما قعدتوش؟ لسه خالص والله يا استاذ ابراهيم، لسه خالص. بس في سير القرار طلع امبارح ولسه ما لسه في بيقولوا ان في سي في كتير لمدربين. معرفش والله، لسه هقعد بكره ان شاء الله، هقعد نتكلم كده في حاجات كتير كده وتفاصيل، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن حاليا انا والله النهارده حتى ما رحت، يعني النهارده رحت بس النادي شويه كده عشان برضه اوضب اموري، عشان يعني نسلم الامور للنادي، وهفضل بقى ان شاء الله كده الاتحاد في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن، ومتواصلين معاك، لانه فعلا احنا متفائلين جدا باختيارك في المكان ده الحقيقه. الله يخليك، ده من ذوقك والله. شكرا يا باشمهندس عادل، شكرا جزيلا. يلا بالتوفيق باذن الله ونامل كثيرا. شكرا كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكره، في موقع كان مطلوب حد فني يوضب الشغلانه كويس.